سيد باتريس كارتيران المدير الفني لفريق نادي الزمالك، ونجم الفريق كابتن مصطفى فتحي. وقبل أن نبدأ في توجيه الأسئلة، نأخذ من المدير الفني تقديمه عن رأيه. avec la décompensation qui va avec on a سواء بيقول ان الاسبوع ده صعب، الماتشين كبار وبطولتين في نفس الاسبوع، فبدنيا مرهقه للعيبه، كمان مع السفر لقطر وبعد كده السفر هنا، بس اللعيبه عملت الاستشفاء بتاعها وكله يعني بدنيا لحد ما جاهز. طبعا هنلعب خصم صعب، فالمباراه مش هتبقى سهله، هنلعب خصم ما اتهزمش بقاله 15 ماتش، بس يعني هو مستني المباراه بفارغ الصبر. Qu'il faudrait qu'on fasse un match historique pour arriver, malgré cette contrainte, d'arriver à faire un bon match et de créer la surprise en battant à la Ligue demain. Merci. طبعا لما تكون لسه لاعب ماتش كبير زي ماتش السوبر الافريقي وكمان كسبت، ففرحه اللعيبه بعدها بتاخد فتره، يعني والفرحه بالمكسب والفرحه ببطوله تاريخيه النادي ما خدهاش بقاله كتير بتاخد فتره. طبعا انك يفصل ما بين البطوله والبطوله، وان الماتش اللي فات والماتش بكره، الماتش اللي هو الحاسم، محتاج مجهود كبير ومحتاج تحضير بدني وتحضير ذهني، تحضير ذهني كبير عشان نقدر نبقى مركزين خلال ال 90 دقيقة في الماتش كله ونحقق النتيجة المطلوبة. رحيم، طبعا دي بطولة كبيرة، نشكر الناس في دولة الإمارات طبعا على الاستقبال، كل سنة بيفاجئونا بحاجة أحسن من التانية. والله أنت عارف الأسبوع اللي فات كان صعب، عندنا ماتش في قطر، رجعنا عملنا السيشن بتاعتنا كويس زي ما الراجل اتكلم. عندنا ماتش تاني النهاردة بكرة إن شاء الله، مركزين في الماتش إن شاء الله، ربنا يكرمنا. اللعبة كلها مركزة، طبيعي يعني اللعبة تركز، يعني ماتش هو بطولة أصلا تانية غير إن هي بطولة، فهو يعني أنت بتلعب على بطولتين. إن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله، اللعبة كلها مركزة وربنا يكرمنا نكسب بأمر الله. ده تالت سوبر ليا هنا، طبعا كل سنة الناس بتفاجئنا عن السنة اللي قبلها، بس في قمة الاحترام، كل سنة التنظيم حاجة على أعلى مستوى، أنا بصراحة ما بشوفش كده في أي مكان عموما يعني.